ما هي أقوالك في التهم المنسوبة إليك؟ يقول القاضي وهو جالس فوق كرسيه وهو ينظر في عيني أويحيى الغائرتين. يرد أويحيى الذي ظهرت عليه ملامح التعب والإرهاق: لقد شغلت قبل سنوات منصب وزير عدل، وأظن أنني كنت وزيرا للعدل عندما كنت أنت مجرد طالب في كلية الحقوق. يرد القاضي بسرعة وهو يحاول منع أويحيى من استثمار موقعه السابق كمسؤول سامي في الدولة. أنت بالنسبة لي متهم، يجب عليك أن تجيب على الأسئلة. يتدخل هنا محامي أويحيى: سيدي القاضي، رئيس الحكومة السابق يريد أن يقول إنه إطار سامي في الدولة وأنه يعرف القوانين جيدا. يرد قاضي التحقيق قائلا: لا علينا، ما هو قولك في تهم سوء التسيير والتلاعب بقوانين الجمهورية؟ يرد أويحيى قائلا: أنا كنت أطبق أوامر رئيس الجمهورية، ولم أقم يوما بأي إجراء إلا بعد تلقي الأوامر. ويضيف أويحيى: إذا كان ولابد من محاكمتي فيجب أن يحاكم معي رئيس الجمهورية الذي أصدر لي الأوامر، لقد عملت طيلة فترة خدمتي تحت رقابة رئيس الجمهورية. يرد قاضي التحقيق قائلا: نحن هنا نتحدث عن وقائع محددة متهم فيها أنت بسوء تسيير النظام النقدي والتساهل في الرقابة على القروض التي منحت لعدد من رجال الأعمال. يقول أويحيى: كنت أمارس مهنة الرقابية بشكل غير مباشر، فأنا غير مسؤول مسؤولية مباشرة عن القرض، تمت إساءة تسيير ملف من قبل البنك. ويضيف أويحيى: أنا يجيني الملف صافي. يبتسم قاضي التحقيق ويقول لأويحيى: تقصد بجيبك غير المال الصافي؟ يرد أويحيى قائلا: هذه آخرتها، خدمت البلاد من عام 1975، ضيعت حياتي في خدمة هذا الوطن، واليوم تجيبوني هنا؟ يضيف قائلا: 44 سنة خدمة، يكون هذا هو مصيري؟ هذه آخرتها؟ من أنتم؟ من أنتم؟ من أنتم؟